إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الفيديو متاع اليوم ما هوش فيديو تعليمي، هو ليس فيديو تعليمي. دائما أنا بروح للصيد الأسماك على الوديان، لاحظت أنه فما عدد كبير من الناس اللي تمشي للواد، يعني في الأرياف هذه وكذا، مكان يبدأ كحلو ونظيف، تسبح وتنام على تحت الشمس وكذا فتولدت فكرة أنه نعمله يعني مثلا كشك متاع أكلة سريعة وحاجات عربية هكا، شاورما وغيره وكذا. اشترينا يعني عندنا هذه المجرورة هذه تسحب السيارات، وعملنا عليها كشك. طريقة الصنع ما صورتها لكمش في الفيديو هذي، إن شاء الله في فيديو قادم. وسحبناها يعني إلى الوادي بواسطة سيارة قديمة جدا عمرها تقريبا 30 سنة، سيارة روسية من هذه أفتوفاز، وركبناها والحمد لله يعني. وتفاجأت أنها يعني ناجحة جدا، يعني فيها دخل حلو. قلت أني نوريكم تشوفوا الطبيعة اللي عندنا لهنا، تشوفوا يعني كيفاش نعيشوا ونشتغلوا. ونفس الشيء ممكن تتولد عندكم فكرة مثلها على البحر هناك في البلدان العربية أو حاجة، للناس اللي ما عنديش مثلا شغل أو حاجة، ممكن تكون يعني فرصة متاع شغل. فمشاهدة طيبة للجميع، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. العامل هذايا دائما متعبني معه، بعثت ويجيب شاحنة تسحب الكشك، راح جاب الخردة هذه، يقول هذه سيارة جدي قوية ومتينة وبتسحب هذا الكشك اللي وزنه 1.5 طن وما بيقلقها وبتشوفه. لذا قررت اني نخليه يروح لوحده واحنا نروحه بسيارتنا لوحدنا وننتظره هنا. هنا كما تشوفوا اخواني وصلنا للواد، المكان اللي مش نخليه فيه الكشك متاعنا. بالطبيعة مش نقعدوا ساعتين او ثلاثة او ما بعرف انا كام حتى يوصل السيد هذاك هو والكشك اللي يسحب فيه بالسيارة متاعه. بننتظروه قليلا ان شاء الله، ونبدأ ان شاء الله عملية التركيب اذا كان بيوصل لا بأس ان شاء الله. هنا كما تشوفوا الناس يعني لهنا الناس ترحب بينا كما تشوفوا هذه هي خردة الخال، هذه خردة وصلت إلى مكانها. تكتش صوص تاو. بودا شو ماشيني سيدير. أوه ياك وانو ستاسك. بوستي فتشراشنو خرينوفا بلا ها؟ أتي فافان ياك نرمالنا. هذا هو اخواني كما تشوفوا الكرفان اللي مش نبيعوا فيه ان شاء الله هنا على الواد. هذا هو من الداخل مغلف، هنا بيجوا المكانات. هذا الشفاط كبير، مية يعني هذه الكهرباء مرروها لنا جماعة الكهرباء، هم هسه رايحين. هذم جماعة الكهرباء ربونا الكهرباء ان شاء الله. هنا عادي وسهل جدا، عاوز كهرباء خذ كهرباء، المهم اشتغل، ما في ورق ولا في اشي. خلاص شفتوها الكهرباء مررناها.
بيركبوا يعلقوا الكهرباء، لازم هذا العود الحديد هذا عشان الكهرباء تكون عالية على الطريق، فهمتوني؟ اوه واتاك اوه ناكي دوك لين عم ينادى ايتي بلاد. هذا هو الواد، الواد اختي مالادياس. وادي يمشيك، هذه هي مفتوحة، الأضوية شغالة مفتوحة، أمورها نو يا دوما يو بريستايت وجي استايات تاي خفاتت وين زهودة دفا تري براد. نحن اخواني كما تشوفوا يعني هذا هو الكشك اللي صنعناه من الداخل. لهنا عندنا يعني مثل المطبخ الصغير، فيه يعني حوض وكذا حتى يقدروا يعني يغسلوا الاواعي والماعون وغيره. هون كما تشوفوا يعني الطاوله هذه بنحطوا عليها المكنات نتاع الاكله السريعه. هذه يعني كما تشوفوا الارضيه كلها لينوليوم هذا البلاستيك. لهنا عملنا الخزانه هذه حتى يقدر البايع اللي مش يشتغل عندنا لهنا ان شاء الله والبايع يبيع للناس عن طريق الشبابيك هذه اللي وريت لكم من برا، اللي يفتحوا لفوق ان شاء الله حتى يقدروا يبيعوا ويشتروا من طريقهم او من وراهم. هذا لهنا يعني الكهرباء، خلاص الكهرباء ما فيها اي اشكال. يعني رحنا عملنا مطلب قلنا ان بنحط هذا الكشك هنا على الواد، نحبوا يعني كهرباء، اجوا وركبوا لنا في يعني بعد ظرف تقريبا 48 ساعه، والحمد لله يعني كل شيء ماشي على ما يرام. لهنا اخواني كما تشوفوا وصلنا للمكان نتاعنا اللي عملناها مع بعضنا وركبناه الاسبوع الفايت، وكيما تشوفوا اخواني كل شيء منظم، الشغل ماشي، الشغل ماشي والامور واضحة. نتمنى ان الفيديو هذا يكون حافز للشباب العاطلين على العمل انهم يقوموا ببعض المشاريع مثل هذه، اللي كيما نقول لكم الصراحة اخواني انها مشاريع مربحة. هذا هو الكشك اللي ركبناه الاسبوع اللي فات، عنده اسبوع شغال الحمد لله، يعني فيه ربح جيد جدا، لذلك يعني نزلت لكم هذا الفيديو وبارك الله فيكم. اما بالنسبه للناس اللي تحب هوايه صيد الاسماك او الصيد البري يواصلوا معايا الفيديو الان. ولهنا اخواني كما تشوفوا بعد ما خلصنا العمل لازم نرتاح شويه، العمال عندي روحوا للمدينه وانا طلعت طوالي شويه قدام في مكان ما فيهوش يعني ناس، وابتديت في العمال المفضله متاعي الهوايه اللي هي الصيد، اللي انا نصطاد سواء كان صيد بري او صيد يعني اسماك. لهنا مش نصطادوا صيد الاسماك كما تشوفوا، ابتدينا في الصيد وان شاء الله الان بوريكم شنو المحصول نتاع الصيد نتاعي بعد ساعتين او ثلاثه من عمليه الصيد. تفضل. توا مش مبيشوا. هوبا. بشا. نو. هذه الحوته اللي طلعتها اليوم حوتاتنا، اللهم صل على النبي، هذه حوته هايله طلعتناها توا من الواد. هاي سيدي شو لحظه انا لحظه قول شفتيه بريتشكو برينا هذا بلش وادي مالا وادي تم Це не яка велика вона. Пускай. Тепер оце мені фотки. Це я тільки що поймала рибу. Ось яку. Ахмед, покажи. Ух ти. Це моя риба. Покажи її. Та хорошо, ти ж не боканий. Ого. Ого, це найвелика риба. Так, не, ще більше була. Де? Ну, оце, що Юра забрав, разів два більше. Клас. وحيدة هي دي وحيدة أخرى
هذه وحيدة أخرى، وهذه بالطبيعة صمام كبيرة شوية. ونصلي على النبي. هذا محوطياتنا، هذا هو أخواني المحصول متاع اليوم. إن شاء الله يكون هذا الفيديو نال أعجابكم. إذا كان أعجابكم لا تنسوا ضغط لايك والاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس لتصلكم جميع الفيديوهات القادمة. ودمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.